أخبار اليهود اللي في مصر مش فاهم. عايز منك أخبار اليهود اللي في إسرائيل يا رافض. دكتور بقول لك يا دكتور افرض دكتور تعلم الشفرة الأول وبعدين اسأل. انت قدامك أسبوع تدريب شاق، عندك شوية. دي المرة الحداشر اتفرج على هي الحلقة وبرضو ديفيد مش عارف يحل الشفط. اعمل له ايه؟ اعده الحلقة تاني؟ ركز بقى، عارف لو ما عرفتش تحل الشفرة لا هتيجي مصر ولا حتى هتشوف شريف. حرام عليكم، انتوا بتفطروا علي عشان ماليش حد. يا معلم ابو الليف حرام عليك، دي الفرشة دي انا بس ارزق منها انا وابني سعيد. مش مشكلتي. وبعدين انا بدفع ايجار القهوه دي للمعلم حامد كل شهر، لكن انت مش بتدفعي له اجره الشارع لانه لا يمتلكه اصلا. ولا انت لك راي تاني يا معلم ابو جلباب معلم؟ حرام عليكم، وعيش انا وابني منين؟ تسمع يا معلم ابو الليف، انا واقف معاك علشان انا ما بستفدش من الست دي اي حاجه، بس انت لازم تدفع الفلوس المتاخره عليك. ليه من انت بس على الوصولات وانا بكره اديك الفلوس؟ عشان تضرب عليها. لا يا حبيبي، ادفع الاول وانا اديك الوصولات، والست ام سعيد مش هتتحرك من مكانها الا ما تدفع الفلوس. يا ساتر، ده انت انسان مجدي قوي جشع. بكره هجيب لك الفلوس. وبكره بعد ما تدفع الست دي مش هتلاقيها قاعده هنا خالص. بروموس عيب، وانت من اهله. مظبوط، دي شقة المعلم حمد صاحب البيت، وده المفتاح اللي انا طلعت عليه. بس ليه بقى المفتاح مش موجود في الخريطة؟ مش مهم. ايه
الوصولات من ورا المعلم ابو الليف بعد ما شفته هو بيسرقها من شقتها. محدش ليه مصلحه في الموضوع ده غيره. هديك يا معلم الوصولات بس بشرط امي تفضل بفرشه القدر ومحدش يجي جنبها. وانا يا سيدي موافق. جدع يا سعيد. على فكره انت تنفع تشتغل في المخابرات يا طبعا. خدامك رأفت الهجان. طب حافظ عنده ازاي؟ ما انت حجزت خلاص. معقولة؟ ومصاريف العملية اتدفعت كلها بالكامل. يعني دكتور إجنازيو عمل 50 عملية لحالات مشابهة لحالة فاطمة دي، نجح منها 39. قلت ايه؟ قلت ان العملية اتحدد لها معاد زي النهاردة بالظبط. يا رب العملية تنجح يا معالي. انتوا لسه لغاية دلوقتي اهلي وزمالك في المكاسة والجونة دلوقتي. هاي بس ده تغدني ولا ايه؟ ولا كلمة. أنا جايبك تحرسني ولا تخوفني؟ اسكت. معلش خلاص يا روي ما تزعلش حقك عليا. ما أنا ضربتك عشان أنت كنت عايز تودني بتهوب عليا. اهدى اهدى شوية. أنا نازل وسايب السطوح أمانة في رقبتك. مش عايز ولا كلبة أنتاية تخش هنا. أديك شايف النتيجة حواليك. أديني بقول لك أهو. روي روي انا هخرسك خالص. بقولك ايه، انا نازل دلوقتي عندي مهمة قومية مهمة جدا لمستقبلي ومستقبل مصر. عايزك تخلي الحارة كلها صاحية، محدش ينام من اهل الحارة ابدا. فاهم يا روي؟ يلا بلاي. عايز اقابل حد من المسؤولين. موضوع ارجنت؟ لا موضوع انا. قصدي اقول لحضرتك موضوع مهم. خطر يعني؟ الا خطر، خطر بالجامد، خطر قوي يا سعاده الباشا. طب ممكن اعرفه؟ لا لا مؤاخذه، لازم حد كبير اكبر من حضرتك شويه يعني. دقيقه واحده. ماشي يا محمود. محمود حودة. انت ابنك معانا حودة. مصطفى يا مصطفى رارج. انت ابنك معانا درج. ابراهيم يا ابراهيم. ايما تعبناك معانا يا هيمة. يا جلال جلال جيل جيل. تعبناك معانا يا جيل جيل. يا زغلول يا زغلول زغليلو. تعبتوني قوي يا سخليلو. نبيل بيه نبيل بيه يا بول بول.
واحد ليمون يا باشا لو سمحت. اقعد يا سعيد وانا اطلب لك ليمون. يا سلام يا باشا، نفس اللي حصل مع الاخ الزميل رأفت الهجان. طب بعد اذنك يا باشا اولع سيجاره كده سريعه، لان الزميل رأفت الهجان كان بيدخن كتير، مع ان انا بموت في الشيشه. ولع يا سعيد. ربنا يخليك يا باشا. يعني خلاصه الموضوع انك عايز تبقى عميل لينا زي رأفت الهجان وجوم على الشوان. وصلاح لالا يا باشا. وصلاح لالا كمان. ربنا يكرمك يا باشا، دي يعني والله العظيم امنيه عمري يا فندي. طب اطفي السيجاره وخد بعضك وروح واحنا نشوف الموضوع ده. سيادتك الكلام ده بجد ولا بتمرهمني عشان اخلع؟ يعني هنبلغ رغبتك دي للقيادات العليا وهم يتصرفوا، احنا عنينا ليك يا ساعده. ربنا يخلي لنا القيادات العليا ويقدرهم علينا ويحفظهم ان شاء الله. السلام عليكم يا باشا. سلام يا ساعده. السلام عليكم نبيل. يا لهوي يا اما، هات الملف بتاع رأفت الهجان. ده هو هو اللي كنت بشوفه في التلفزيون وانا صغير، الاستاذ يوسف شعبان، قصدي ايه محسن بيه ممتاز. محسن بيه، محسن بيه. يا معلم سعيد. هلا هاها، انا بقيت جاسوس يا ابن المنفوخه. اول نعمه جاسوس زي زملاء رأفت الهجان وجمعه شوان وصلاح لالا. مين صلاح لالا؟ انت حمار يا ليش في ايامك في السكه. تاكس قرب قرب. معلم سعيد حركات بيحطم الاسعار، بيقول خلي الفقير ياكل. قرب اوعى الساعه كده، انا كده انا جاي. اوعى الساعه كده انا رقص حي. شفا ان شاء الله. ودي عندها انيميا. انيميا ايه دي؟ عندها قرحه في المعده. شوف كده. استنى، انت هتدور على عرق؟ دي سخنه شويه، نيمها جنب اخواتها. نيم. بيقولوا المعلمه مفاخر بتاعت سوق العبور هتاخد محل في كهان كبير هنا وهتضربنا، وكمان اجرت شقه من عند عم تسوقي. انت فرحان يا ابن المنفوخه؟ ما انا عارف. وعرفت منين؟ انت ناسي ان انا مخابرات يا حمار، عشان كده عايز اكلفك بمهمه كبيره قوي. بكره الصبح ان شاء الله تجيب لي فرقه حصاب الله هنا، انا عايز الحاره دي تتقلب. ليه يا معلم؟ عشان نستقبل المعلمه مفاخر يا هبل، وبما انها معلمه كبيره لازم اكسبها لصف. الاسعاف دي جايه منين يا عم سعيد؟ الظهر في حد تعبان في بيت عم اسماعيل. ابويا هو كلب الجوافه اللي وديتها له امبارح؟ اه. يبقى الله يرحمه. ادخل. تحت امرك يا فندم. اه يا عم. هم
لسه برضه المعلومات ما اكتملتش عن المفاعل؟ يا فندم احنا بنعمل كل اللي في طاقتنا. انا عارف انك انت وبقيه الرجاله مش مقصرين في حاجه. كان عندي احساس قوي ان اخواننا البعدة بيحاولوا يشغلونا عن حاجه تانية مهمه. حاجه ايه سعادتك؟ مش فاهم الهدف ايه بالظبط من المفاعل الجديد. تقصد ايه يا فندم؟ المفاعل القديم كل دول العالم عرفته، مش كده وبس، بطالب هيئة الأمم المتحدة بوضعه تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية. عرفت بقى إيه هو الهدف من المفاعل الجديد؟ الله يرحمك يا أما، أنت فين يا حاجة وفين أيامك؟ يا ترى ممكن ألاقي واحدة زيك يا أما تلمني زي ما لميت أبويا ورحمت الناس من أذيته؟ أنا آسف يا إخوانا إن أنا جبتكم الجنازة اللي كنتوا فيها. هي كانت جنازة مين فيكم؟ زي ما اتفقنا، ها؟ أنتوا سامعيني؟ طب شايفيني؟ دي شكلها كانت جنازة جماعية، ربنا يعدي الليلة دي على خير. يا عم سعيد اتفقوا معايا على 250 وأنا قلت لهم هديكوا 350، إيه رأيك؟ شغل مخابرات أهو وكسبت. إيدك بقى. ايدي على ايه؟ على الفلوس. فلوس ايه يا امل مصر انت؟ فلوس الفرقه. انت مش دفعتها؟ اه. خلاص خلي مصر تحاسبك. المعلمه ما فاكر وصلت. يلا يا ابني انت وهو نزلوا الحاجه. مين ده؟ ابوها معلم. منور الحاره يا معلم. منوره بيك اخويا استاذ سعيد. سعيد حركات المسيطر هنا على الحاره. المسطر؟ المسيطر. اندر كنترول يعني. اه. امال فين المعلمه مفاخر؟ جت ولا ما جاتش؟ لا جت. تعال شاطره كده عشان المعلمه جايه. اخفي يلا. انت استعبط يا جدع انت ولا ايه؟ استعبط؟ سمعني يا ابني. سلام ماما نهاجوة. ولا تحب اسمعك سلام بقلز؟ طب اسمع بقى يا خفيف الدم وتقيل الحجم انت، وكل اللي في الحارة دي لازم يسمعوني كويس من اولها كده. لازم تعرفوا مين هي المعلمة مفاخر الشحات، وكل واحد خايف على نفسه يحط لسانه جوه بقه. فهمت؟ وانت يعني شايفه كل واحد حاطط لسانه في بق اللي جنبه؟ قصدي يعني كل واحد يفضل في حاله، والا هخليه عبر الاجيال القادمه. الاجيال القادمه والسابقه كمان لو تحبي عينيا. طب اسمعي بقى يا تقاوي معلمه، انت الحاره دي يعني انا، يعني سعيد حركات، يعني جهاز المخابرات المتنقل. كون بقى انك تيجي تسكني هنا يبقى ياما، يبقى اهلا وسهلا بيك. الحاره نورت. ما كان من الاول يا اخويا، ولا انا يعني لازم اعملها معاك؟ انت تعمليها في اي حته ان شاء الله، تعمليها جنب الحيطه حتى. نعم. اه لا ما اقصدش، اقصد يعني الحاره كلها نورت، احنا نمشي الحاره كلها ونخليكم انتوا قاعدين. لا مش للدرجات دي يا معلم. لا 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 للدرجات دي. يا الموزه دي مين؟ اتلم نفسك يا جدعان. الله، ده مجرد سؤال بريء ما فيهوش اي حاجه. عموما يا اخويا الموزه دي اخت الموزه دي واسمها معالي. اسمها معالي؟ طب نجيب بطيخه بقى ونشقها اربع شقق وكل واحد ياخد شقه. صحيح، اخلق من شبه 40. نبيل انت تعبت معانا، قوم روح انت عشان لسه عندنا شغل كتير. انا عمر ما ينفعش يا فندم، ادينا مع بعض هننجز ان شاء الله. بعدين بقى
اسمع الكلام وروح ارتاح. انا عشان اختار واحد منهم بالمواصفات اللي في دماغي دي عشان العملية اللي جاية دي هتاخد وقت كتير قوي. بس سلاما. نشوف سعادتك. يلا السلام عليكم. سلام. كمل الامر. احنا وصلنا لحد فين؟ بعد التصفيات الاخيره يا فندم بقى معانا 20 مليون شخص حسب المواصفات اللي حضرتك طلبتها بالظبط. احنا كنا فين وبقينا فين؟ طب دور لي بقى في ال 20 مليون دول على واحد يكون غبي وعامل انه ذكي وفهلاوي ومشياحجي وعامل انه بيفهم في كل حاجه في الدنيا وهو ما بيفهمش حاجه ابدا. احلى شايله احلى معلمه في الدنيا. الف مبروك يا معلمه فاخر. هذا اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه جايب لنا شاي وفين شاره؟ انت هتستعبط عليا من اولها؟ بص يالا الاستعباط ده ما بينجحش معايا. انا هوريك. بقول لك ايه، الكلمه دي انا مش هقولها تاني. عايز تجيب لنا شاي يا حبيبي؟ جيب لنا شاي نظيف، فهمت؟ لازم تعرف مين هي المعلمه فاخر. غور يا غور. يلا يلا مستنيين. ايه تتفرج علينا؟ وانت ايه اللي بتعملي ده؟ بتشربي الدبدوب شاي وفين شرى؟ الهي ربنا ينتقم منك يا شيخه. الدبدوب هيجي له تسمم ولا يموت؟ حرام عليكي. ايه يا معلم، البنت عامله رعب في الحاره ولازم تشوف لها صرف. امال فين شغل المخابرات؟ عشان تبقى راجل مخابرات جي واعي وفاهم لازم تجمع اكبر عدد من المعلومات عن الخصم. انت سميت عنها حاجه؟ جرام عفو، انا في المخابرات اساسا. وانا جمعت لك عنها شويه معلومات. ايه معلوماتك؟ خد دي عن السن 10 سنين قديمه كل الحار عارفاها. طب خد دي كمان، النوع انثى. يا راجل هي دي بقى كل المعلومات اللي انت لميتها؟ امال مش انا صبي مخابرات؟ كاكا. انت مش اسمك كاكا؟ اه. يعني مكانك الطبيعي في الحمام. امسك دي. انت رايح فين يا معلم؟ رايح اوقف البنت دي عند حدها. اوعى. يا صباح الخير على المعالي والمفاخر. والله يا خي ما بين لها خير. عايز ايه؟ ايه يا معلمه في ايه؟ انت مخنوقه عليا ليه؟ واحده واحده، سيجار سيجار كده. انجز. ده مؤاخذه، كنت عايز اكلم الانسه معالي كلمتين كده على الاستنفراد، بس الظاهر بقى المكان مش هينفع هنا. شويه شويه يا اخويا تقول لي. عايز اخرج معاكي وتعزمنا في ويمبي. وانت ايش عرفك بويمبي؟ انت كبيرك بزه هط. وبعدين انا ماليش كلام معاكي، انا كلامي مع اختك الاموره دي. بقول لك ايه، انت خدت اكتر من وقتك وبصراحه بقى ابتديت تعصبني. عايز ايه؟ 2 كيلو هنا ببناتي. نعم يا اخويا. عايز اتجوز. انا ما عنديش بنات للجواز. يعني ايه ما عندكش بنات للجواز؟ امال البوزيتين دول ايه؟ ناوي تخللهم ولا يكونوش قلبوا رجاله؟ قلبنا رجاله؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ايه انت اللي تتقلب في بلاعه مجاري وما تطلعش منها غير بصناره صيد؟ ده احنا موزه مفرفشه ومنعنشه وكمان مدندشه. ايه فكهاني الفسيخ يا معفن؟ ورقصني يا جدع. مش بس يا بنت، روحي اقعدي مطرحك، روحي. عيب مش كده؟ لاحظ ان هو ضيف برضه، وانت جاي عايز تتجوز بنت ببطيختين وعنقود عنب؟ ده انت معفن صحيح. راعي ان احنا جيران يا جرع. ايه قله الادب اللي انتوا فيها دي؟ وبعدين فيها ايه يا عم حسن؟ انا راجل كسيب وجاي طالب الحلال وفكهاني قد الدنيا وعايش وحيد لا اب ولا ام، وعندي شقه مطرحين وصاله، وقريب قوي هشتغل في وظيفه سريه سنعلن عنها فيما بعد. انا بنتي ما بتفكرش في الجواز يا معلم سعيد. لما هتبقى تفكر هنبعت لك. ماشي امسك دي. فكري براحتك يا حلوه، فكري زي ما انت عايزه. انا مش عارف انت مش بتتكلمي ليه. انا ما شفتش ادب بالشكل ده نهائي. وانت يا عم حسن شكلك هتشوف ايام حلوه قوي في الحاره، انت وبنت الكلب دي. ايه؟ ولا خليها لك دي مضروبه. احنا عارفين يا معلم. انا هولع في الحاره دي. تولع وقت يا عم سعيد. انا اترفض يا كاكا. لا يا عمو. جبت اللي قلت لك عليه؟ خيرك سابق. هات اهو. لحد السحر. ما تضرب، انت مستني ايه؟ اضرب. دي ضربه دي ضعيفه قوي. طب خد. ضعيفه. طب خد. اضرب تاني.
طب وبعدين؟ تعال قول. انت انا مش مرة غنيت للتين قدام المحل وكنت ملعلع على الحارة يا عم سعيد؟ بالأمارة البضاعة كلها ضربت اللي في المحل. حصل. طب ما تظروفنا أغنية كده نولع بيها الحارة. نولعها يا عم سعيد. يلا شكلك كده مطبق من امبارح. اه حرام عليك نفسك. اعمل ايه؟ محسن باشا مديني مهله 72 ساعه بس عشان الاقي حد يقوم بالعمليه. انا بصراحه مش فاهم هو الباشا ليه عايز يجيب شخص من بره الجهاز مع ان عندنا ضباط وعناصر كتير جدا مش محروقين بالنسبه لاي حد. مش مشكله محروقين ولا مش محروقين يا نبيل، الباشا مش عاوز حد محترف خالص. من الاخر بقى كده الباشا عاوز واحد رماي. طب تعرف سعادتك اني فكرت في شخص مناسب جدا وفي كل الصفات اللي سيادتك بتدور عليها. وساكت؟ ما تقول يا ابني مين؟ الواد العبيط اللي اسمه سعيد حركات. سعيد مين اخويا؟ حركات ده وجهنا من حوالي 10 ايام وكان عايز يشتغل جاسوس. انا عايزك تعرف لي مكان الواد ده باسرع ما ممكن. انا ليه؟ سهله دي، تحب اجيبه لك دلوقتي؟ لا انا عايزك تعرف لي بس مكانه الاول وبعد كده انا هعرف اجيبه ازاي من غير ما الفت الانتباه. ما تنسيش تعملي له جوافه باللبن بس اوعي البيز. هو جاي اهو يا معلم، شايف شكله من بعد ما سيحنا له امبارح. يا حماية ماشي مرووش كده وبتتلفت حوالين نفسك ليه؟ مش عارف يا ابني، طول ما انا جاي في السكة الناس عمالة تبص لي بصات غريبة قوي مش عارف ليه. بصراحة يا عم ابو معالي الناس هنا في المنطقة ابتدوا يلسنوا عليك انت وبناتك
بناتي؟ قطع لسان اللي جيب سيره بناتي. يا عم حسن الناس ما بتسيبش حد في حاله. دول لا مؤاخذه بيقولوا عليك انك هربان من مصيبه انت وبناتك، وفي ناس بيدوروا عليك وحاجات كده. وبصراحه بقى يا عم ابو معالي، انت راجل كبير في السن ومش حامل السيء اللي هنا، يعني لازم تقطع لسانته. انت عايز مننا ايه يا ابني؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. بصراحه كده يا عم حسن، انا من ساعه ما شفت بنتك وانا مش على بعضي. بنتي ولا انا؟ انا حاسس ان هي دي اللي انا بدور عليها، وانها هتعوضني عن امها الله يرحمها. وبدل ما اللسنه تتكلم عليكوا كتير في الحاره ولوك لوك لوك لوك، جوزها لي، جوزها لي وانا اقطع لك لسان اي حد يجيب سيرتكم. انا موافق، بس ما فيناش من زعل بعد كده. قشط عليك يا عم حسن. افرح يا منطقة، سعيد حركات هيتجوز. هنسمع احلى سقفه لاحلى عريس اللي هيغنينا احلى اغنيه الفرح. ما اعرفش اغني يا معف. احلى سقفه لاحلى عروسه اللي هتسمع العريسه مكسوفه مكسوفه منك سقفه كبيره قوي. هو ايه ايه يا اختي؟ انت طلعتي خرصه؟ يا نهار اسود ومجيل يا اخوانا، العروسه طلعت مضروبه زي الفاكهه بتاعتي. اتاري ابوك النتن عم حسن يقول لي ما فيناش من زعل خرصه. ما انا قلت لك ما فيناش من زعل. انت سعيد عبد السلام منصور الشهير بسعيد حركات؟ ايوه. انا مش مصدق نفسي، محسن بيه ممتاز بنفسك بتاع رأفت الأجيال. يا سلام يا باشا، انت لسه موجود ما انتقلتش؟ بس اكيد بقى اترقيت، بقيت الهيد بوكس بتاع المكان ده. عارف يا باشا احنا ناقصنا مين؟ الست يسرى والبوف بتاع الاستاذ محمود عبد العزيز. ويا ترى الاستاذ نبيل الحلفاوي اتنقل ولا لسه؟ اصل انتوا جبتوا تقريبا الاستاذ محمد وفيق مكانه. كل ده وهعمل عمليه كمان للجهاز؟ انا مش مصدق نفسي. اقرصني يا باشا، اقرصني من ركبتي. احنا ثقتنا فيك كبيره يا سعيد. فينك يا ماما؟ فينك يا ماما تشوف ابنك وهو بينافس رأفت الهجان وجمعه الشوان وصلاح لالا؟ بس خد بالك يا سعيد، العمليه لازم تتم في سريه تامه. طب عدم المؤاخذه محسن بيه، هي العمليه دي شكلها عامل ازاي يعني؟ شكلها حلو. عموما المره الجايه هتعرف كل حاجه. هي العمليه هتبقى بره مصر سعادتك؟ امال يعني هنكلفك بعمليه في شبر الخيمه يا سعيد؟ يعني هسافر بالمركب زي الزميل رأفت الهجان؟ لا، مركب ايه؟ انت هتسافر بالطياره. طياره؟ تبين عليها عمليه كبيره قوي يا باشا. طيب بعد اذنك سؤال اخير رفيع لو سمحت. اتفضل اسال يا سيدي. هي العمليه دي اسمها ايه؟ واوعدك عليا الطلاق من معالي مراتي اللي طلعت خرصه.
ما هجيب سيرة لحد. العملية اسمها الفيل في المنديل. بيقولك اتنين فدائيين فدائيين دخلوا هناك ضربوا 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 صواريخ فو 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 دخلوا بالطيارة وحدفوا قنابل قنابل لا انا تعبت بجد تعبت بقى وزهقت كل شويه قاعد انا هستحمل هستحمل لغايه لما الحكومه تعمل لك العمليه واخلص على فكره الاسبوع الاسبوع الجاي انا مسافر طياره فين خارج البلاد بره بره خارج البلاد مش فاهمه نوعيتي سودة تعالى فاهم يا دي النيل عليا وعلى اللي جابوني ياما بص يا ستي بص هنا داخل البلاد جوه هنا خارج البلاد بره هنا داخل البلاد فهمتي هنا داخل البلاد افتح يا بنت في ايه يا نبيل الجدع اللي اسمه سعيد حركات بره ومصمم يقابل سعادتك سعيد حركات مين عايز ايه ده محسن باشا صباح الفل يا كبير منور الدنيا لوحدك ده ايه اللي جابك دلوقتي يا سعيد انا مش فضيلك مش فضيلي امال فاضل مين ده انا المهم يا باشا تعالى هنا اتكلم بسرعه في ايه هو موضوع رفيع بس حساس شويه ما طول ايه في ايه اتكلم حضرتك اكيد اكيد يعني بل ومليون في المئه انت شفت مسلسل رأفت الهجان جاي لي هنا عشان تقول لي شفت مسلسل رأفت الهجان؟ لا انا المره دي مش جاي لك عشان رأفت الهجان امال عشان ايه؟ عشان مسلسل جمعه الشوان شفته؟ ايوه شفته هي مش الست السيده الفنانه معالي زايد كانت عامله دور مرات جمعه العاميه؟ ايوه مظبوط وسيادتكم هنا في الجهاز يعني اللي عملتوا لها العمليه عشان تفتح وفتحت عشان خاطر جوزها البطل صح؟ انت جاي تحكي لي تفاصيل المسلسل؟ صبرا يا سعادة الباشا صبرا انا بقى جاي لك بخصوص هذا الموضوع يا ابني انا مش فاهم منك حاجة خالص يا سعادة الباشا يا محسن بيه انا برضو عندي معالي بس مش معالي زايد معالي حسن مراتي ست طيبة قوي يا سعادة الباشا واقفة في ظهري بس السيدة معالي مراتي انا مش عامية هي خرصة برضو مش فاهم منك حاجة خالص يا سعاده الباشا انا مش طالب غير طلب واحد بس ولا يكتر على الله حته عمليه صغيره لمعالي مراتي عشان تفتح انت مش قلت انها خالصه قصدي يعني تتنيل تنطق انا مش فاهم منها حاجه خالص وده اقل واجب يا سعاده الباشا تقدمه الراجل من رجالتك ارمي الراجل ده في الشارع يا نبيل يلا طب ليه كده يا محسن بيه امشي ليه كده ما انت قول حاجه يا ادريس احنا كنا بنقول ايه اشمعنى يعني معالي زايد عملت له العمليه على حسابكم ولا ايه عشان مرات عادل امام بس يا باشمهندس ادري دخلت مبنى ايه بقى محترم اخر شياكه في الدنيا شويه ولقيت مين هوب في وشي الاستاذ محمود عبد العزيز بالبوف بتاعه والست معالي زايد بس زعلت سالت على الاستاذ نبيل الحلفاوي قالوا لي اتنقل وجه مكانه الاستاذ محمد وفيق عارفينه؟ عارفينه وقابلت بقى الراجل الكبير البيج بوس
اللي هو اللي كان في رأفة الهجان الأستاذ محسن ممتاز، عارفينه؟ آه عارفينه. شوية لقيت لك في وش مين داخل عليا؟ الأستاذ أحمد السقا بتاع أفلام الأكشن. قال إيه؟ جايبينه عشان يمثل مسلسل رأفة الهجان برد تو. رحت مخابرات لشركة أفلام سيما. صدق انتقبل، واللي يقعد هنا ما يسألش، أنا بس اللي أتكلم. هوبا دخلت على الراجل الكبير في مكتبه، راح قايم مفزوع من مطرحه، وهاتك يا أحضان ويا أبواس، وتاكل إيه وتشرب إيه يا بطل، حاجات آخر من جاه، وأنا إيه ولا في دماغي قاعد السيجارة بقي لمؤاخذة كده وحط رجل على رجل، ولا في دماغي خالص. هوبا اللي حسبته لقيته. حد فيكم شاف الراجل ده قبل كده؟ لا، ده شكله غريب على المنطقة. بس يبقى خلاص هيبتدوا يحطوا عينيهم عليا ويراقبوني في كل تصرفاتي. عن اذنكم دي واحد، خدوا في دي. مساء الخير. مساء الفل. الاخ من المنطقة من هنا؟ لا مش من المنطقة. انت بتتريق؟ امال الاخ منين؟ انا من هناك. من هناك؟ ايوه. من هناك منين؟ في النص بالظبط. الله، ده انت بلطجي بقى. انت خصك يا جدع انت، وانت مالك؟ وانا مالي؟ طب اسمع بقى حلو، اذا كان حد بعتك عشان تراقبني وتهرش تصرفاتي، يبقى نقبك طلع على شونه. اللي واقف قدامك ده عارفك، سعيد حركات، صاحب فرش الفاكهه ده. ده الواضح امامك، فرش الفاكهه ده ستار. ستار؟ ستار ليه بقى ان شاء الله؟ ستار لاكبر عمليه مخابراتيه هيعملها العبد لله ضد اخواننا البعد. يعني قال لك على كل حاجه بالحرف الواحد يا فندم، وزود كلام كتير قوي من عنده عشان يبين انه بطل خارق. طبعا تمام كده، سعيد حركات هو البني ادم اللي انا تخيلته وكنت بدور عليه. متشكرين قوي على تعبك معانا يا كمال في الاعداد للعمليه. اتفضل انت. تمام يا فندم. اظن كده يا فندم هتاكدنا انه ما بيؤتمنش على سر. ايوه تمام كده. سعيد حركات ده عباره عن عيل في شكل راجل. جايز نفسك للعمليه؟ كله تمام يا محسن باشا. عايزك تقول لسعيد ان انا اخترته عشان هيقوم بعمليه كبيره قوي هيخدم فيها بلده، انت فاهمني؟ فاهم يا باشا. اتمنى اكون عند حسن ظن حضرتك. ده موبايل مجهز عشان يبقى فيه اتصال بينا، ودي ساعه بس مش ساعه. يعني ايه ساعه بس مش ساعه؟ بعدين معاك هفهمك كل حاجه بعدين، تكلمش كتير. دي ولاعه بس مش ولاعه، ودي سلسله بس مش سلسله. يعني الحاجه الوحيده الحقيقيه في الموضوع ده كله الموبايل، وممكن كمان يطلع موتوسيكل. وبعدين الله امسك دي تذكره الطياره. بس مش تذكره. ها هات باسبورك. أو بس مش خاتم. مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قول ايه؟ انا مصري وابن مصري وابن مصر الله عليك. كل حد على صوت
صوت وارفع راسي لفوق. انا مصري وابويا مصري وزماني ولوني مصري. انا مصري وابويا مصري وخفه دمي مصري. وكل مصر الله عليك. راسي لفوق. انا مصري وابويا مصري بزماني ولوني مصري. انا مصري وابويا مصري وخفه دمي مصري. وكل مصر الله عليك. يا فندم ما اقدرش اعدي 70 كيلو زياده. ده يعني ايه ما تقدرش اعدي 70 كيلو زياده؟ ها؟ ده مخابرات يا عم الحاج، مخابرات. ولا البالتو مش عامل شغل ولا ايه؟ البالتو تحت امرك يا فندم. العمليه اللي هيقوم بيها سعيد دي مجرد عمليه وهميه. احنا سربنا معلومات ليهم عن العملية الخطيرة اللي هيقوم بيها العميل سعيد حركات عشان ياخد اهتمامهم ويبقى وراه على طول. تكون انت يا عمر خلصت اللي انت مسافر عشانه في رواقة ومن غير ما تبقى تحت عينيهم. الكلام اللي هقوله لك ده خطير جدا. الهدف اسمه جون دارك، يعني خضرة وشعر اصفر، معاه مايكروسوفت مهم جدا واحنا محتاجينه قوي. تقدر تجيبه منه؟ اشحنهولك على مصر، بس العملية دي محتاجة وقت ومصاريف. سوري دراي كلين دراي كلين. سوري كتير سوري. صاحب التصميم ده مهندس نبغى اسمه ريني، ما عندوش استعداد يروح عنده. اللي هيقوم بالتسليم بقى بنته اسمها ايفيت ريني، عندها 24 سنة تقريبا. اللي صورتها معاك. عد بقى، مش واحد القهوة ب 75 جنيه؟ عد للصبح. اوه ام سوري. دراي كلين 2 جنيه بقشيش عشان كلين. ايه ده انت تهريتي غسيل؟ مسافرة العجمي ولا ايه؟ طب مستعجلة على لبس المايو ليه؟ مش اما توصلي. ايه يا مالك انت وايه؟ عجمي Thank you.
كام حسابك؟ 40 باوند نور 39. طب انت مش مشغل العداد ليه؟ بلطجه يعني؟ ورحمه امي لا اجيب امين شرطه يبهدلك ويسحب رخصك. بوليس يا بوليس. بوليس اه نو بوليس. بتخافوا من البوليس انتوا هنا؟ محسن بيه. ايوه سعيد. الجدع التكساجي عايز 40 باون في حين ان انا عايز اديله 30 باون، وبعدين قليل ادب وصوته عالي مع ان انا اللي جاي سايق وهو قاعد جنبي. اقفل السكه هلا. حاضر يا باشا من عينيا. بص بقى، القيادات العليا في المخابرات في مصر قالوا لي ظروفك 20 باون، بس انا جدعان هدي لك 30. انت باين عليك راجل طيب وسمح وزي والدي. ماي نيم از سعيد حركات. وات از يور نيم؟ جون دارك. حبيب قلبي حبيب قلبي جون دارك. خليك واقف هنا يا محسن بيه. لقيت جون دارك؟ ايوه في اول العمليه كده عشان تعرف ان وراك رجاله. متنكر في زي سواق اكس. حبيب قلبي حبيب قلبي كريزي مان. كريزي مان عرفني. احنا بتوع المخابرات معروفين في كل منطقه. والله العظيم غلط كده يا جدعان. الشنطه دي اتفتحت 64 مره من ساعه ما طلعت من مصر لغايه هنا. مش طريقة شغل رجالة مخابرات مع بعض ابدا بصراحة يعني. وبعدين انت ما تعرفش انا جاي هنا ليه؟ انا جاي اعمل مهمة قومية للمخابرات المصرية. يعني لازم تساعدونا. وانت بالتحديد لو ما ساعدتنيش هنقلك من الامن للمطبخ. وانا كفيل بكده. شكلك طيب وابن حلال. نيمز سعيد حركات. واتس يور نيمز؟ جون دارك. جون دارك حبيب قلبي. ابوسك. استنى ثانيه واحده. محسن بيه، قابلت جون دارك المره دي بس متنكر في زي سكعورتي بتاع امن. حبيب قلبي حبيب قلبي. كريزي مان يو ار كريزي. هي البلد دي كلها جون دارك؟ مفيش كريستيان، جورجيانو، محمد مصطفى؟ ايه القرف ده؟ شكرين شكرين. شكرا شكرا. ايه ده تسبيك عربي؟ انا من اسكندريه. حبيب قلبي حبيب قلبي. اهلا اسكندريه. اهلا اهلا. بلديات رافض لهجان. أيوة أيوة. اهلا وسهلا. محسوبك. ماي نيم سعيد حركات. جون دارك. جون دارك. انتوا هتشغلوني؟ كل واحد في البلد يقول لي جون دارك جون دارك. عموما انا مخابرات مصريه. ايه مخابرات مصريه؟ مالك في ايه؟ ايوه ايوه فرصه سعيده برضه. الله يخليك. انا هطلع دلوقتي الروم. ها اوكي عشان احضر لقمه سخنه كده لو عايز تيجي تضرب لقمه معايا. حبيبي متشكر قوي والله. صباح الفل. صباح القشطه. الجون دارك هيشتغلوني. يا عجة الخطوبة عقبالنا كلنا ونمشي طوبة طوبة في عجة حبنا. شبت بكتونس. حبيبي يا ابو احمد شبت بكتونس هنا؟ دي اخر حاجة كنت اتوقعها انا خالص. اسم الكريم ايه؟ اكيد جون دارك صح؟ نو اي ام جورج حمادة. جورج حمادة. وانا اقول الاخلاق والجدعانه دي بتاعت المصريين؟ اكيد لطش حاجه بينهم المصريين. اسمع بقى بقول لك ايه، انا بعمل عجه بتاعتنا غير بتاعتكم. احنا بنقطع ام البصل على الكمون على الشبت على البقدونس بنخليها ايه؟ ديناميت. واعمل لك ايه بقى؟
هظروفها لك كمان بيضه، واخد بالك؟ تعمل شغل البيضه دي مع فحل بصل وقرن فلفل، تخلي لك بقى العجه ايه وشها عالي كده زي الكيكه بتاعت خالتك ام سوكسوك. يا حلاوه العجه يا حلاوه يا حلاولو يا حلاوه يا حلاوه العجه يا حلاوه يا حلاولو. دي اغاني في الكلور بتقلل العجه في مصر. عايزك تدوق بقى يا معلم، ها، وتقول لي رايك. بس ايه؟ بس بالامانه، ها، اظرفها كده على جوفك على طول. ها Thank you. Thank you very much. استنى يا اسعاف، مش تعرف ايه اللي بيحصل في الفندق. يخرب بيتك، ده جورج حمادة لسه عامل معايا عجة امبارح، بس ايه، لهف نصها. اصل احنا المصريين معدتنا حديد، انما الاجانب دول ورق تفصيل. حد قال لك كل؟ حد قال لك كل يا ابن الذين؟ الو، يا محسن بيه، يا باشا، انا سعيد. سعيد مين؟ الراجل بتاعك يا باشا، سعيد حركات بتاع المخابرات. عايز اقول لك ان الحياه هنا اخر بيس واخر حلاوه، وبيعملوا مشاز هنا الصبح. لا ان شاء الله ربنا هيكرمنا، ربنا هيكرمنا وهنرفع اسم مصر عاليا خفاقا مستخفقا. وانا ان شاء الله من بكره الصبح هنطلق للبحث والتحري. دمتم وجعلكم الله ذخرا للوطن. مع السلامه. اموت واعرف الكود بتاع مصر كام. يا محسن بيه، البلد كلها شعرهم اصفر وعينيهم خضرة. ايوه، يكونش قصدك ان جون دارك ده شعره اخضر وعينيه صفرة؟ شعره اخضر؟ لا لا يا سعيد، انت ترجع مصر احسن لك. ارجع مين يا محسن بيه؟ ومصر ايه؟ عليا الطلاق مراجع اللي بجون دارك في ايدي. سلام يا محسن بيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شعرك أصفر، عينيك خضرة، أنت جون دارك. محسن بيه، لقيت جون دارك متنكر في زي جرسون بتاع بيتزا. لا إله إلا الله حبيبي، ده أنا جاي مخصوص هنا عشانك. اسمك إيه؟ استنى أشوفها. What is your name؟ جيسون. جيسون؟ هات امسك، شوح لي حتتين لحمه وهات لي ازازتين بيره مشبرين، فاهم؟ استنى استنى، تو ميت بيف ان تو بيره مشبر كولد كولد. كريزي؟ اه كريزي، حكريزي انا، حكريزي قاعد. ترى انت فين يا جون؟ Thank you.
معلش بقى انا اشوف الحوان جعان ما اقدرش ابلع لقمه. انا اصلي متعود على كده. عليا الطلاق لا هياكل يعني هياكل. بس ده حوان اخرس. لو جعان هيقول ايه يعني عايز اكل؟ ما ينفعش انت. عليا الطلاق لا موكله وهو يتعرضيني. هو اسمه ايه؟ اسمه انت؟ نو نو ثانكس ثانك يو. او 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 ثانك يو ثانك يو. او خد خد كل يا حبيبي كل. نو نو ده جعان انت ما تاكلوش. ده شكله بقى اربع ايام جعان. خد يا ولد براحتك تاخد طحينة؟ نو نو ولا مش مهم طحينة نو؟ ده باين انه مات. نو هيز ديد. اعتقد انه خطير يا فندم. بيمثل العبط بشكل عبقري. واضح انه جديد وعملية كارت المفاعل دي اول عملية بيعملها. واضح. سننفذ. التعليمات؟ هقولك. اسف عم حماده على موضوع العجه ده. معلش سامحني. اصل انت غبيت فيها مديت ايدك كتير يعني. مع انكم انتوا خواجات حته بيتزا بتقوم بالمهمه. وبعدين سيبك موضوع الاكل ده. تحطوا لي حشرات في الاوضه وانا يهمني حشرات؟ ده انا بفطر بفارين كل يوم الصبح. ولو انكم جايبين حشره خطره يعني حشره سامه بس قفشتها وجبتها في ايدي اهي. بص انا يتعامل فيا كده؟ انا يتعامل فيا كده؟ هوبا يا لول هوبا يا لول هوبا يا لول هوبا هوب 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 هوب. مع السلامة يا عم حمادة. دي رسالة لسه واصلة حالا من عمرو بيه يا فندم. تم تحديد عنوان مسز ريني وعمل المراقبة اللازمة لها وسيتم دخول المنزل حسب الخطة المتفق عليها. الأمور تسير على ما يرام. عمرو
baby. I miss you so much. Please. في على الناموس. حتى البلاد دي فيها ناموس. احنا هربانين من ناموس يا اخوانا. هربانين من ناموس. Parla pieza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te vengono cave di I love you papà l'americano. مزيكا ستوب مزيكا. اجدع ناس عرفتهم في البلد دي من ساعه لما جيت. صباح الفل والجدعانه والمهيصه. صباح الفل يا سعيد. سعيد بقى ودانه سخنت ووسطه لعلع ودماغه فكت وعايز يديها عربي. عربي دانس دانس. الدنيا زي المرجحه يوم تحت فوق يا خلق عايشه ومرتاحه في ناس مش فوق. يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق 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 لفوق. شمسها في حماري شكلها. انت تعبان قوي. عايزك تريح. ريح. ريح. ماشي. ريح. ده حبري سري. لا لا ده زبرته احمر وبيعمل دماغ كمان. دي ولاعة بس مش ولاعة. ودي سلسلة بس مسلسلة. مزمزيل سبرتايا عشان تحط فيها السبرتو. أوه.
انتبهوني، انا اتسرقت. يا اهالي اللوكاندا، يا اهالي اوروبا، سعيد حركات اتسرق، اتقلبت هنا، انا هولع فيكو، هولع. فلوسي اما وحاجتي، تسرقوني؟ ده انا اللي بسرق. سعيد حركات اتسرق، خدوا مني كل حاجة، انا هولع فيكو، انا اتسرقت يا موزس، سرقوني ولاد الاجنبية، سرقوني، انا اتقلب. سعيد حركات اتقلب، ده انا هولع فيكو، هولع. الو، ايوه معصم بيه، سرقوني ولاد الاجنبية، خدوا كل فلوسي واجهزة المخابرات بتاعتكو وكل حاجة. معلش معلش يا سيدي، تعيش وتاخد غيرها، هدي نفسك بس، بكرة الصبح يا سيدي هتلاقي فلوس محطوطة لك تحت السبرتاية اللي عندك. ما هم سرقوا السبرتاية كمان يا باشا. عامل لك ايه بقى؟ ماشي، هتلاقي فلوس محطوطة لك تحت أي حاجة ما اتسرقتش. فقدنا أهم كلب من كلابنا المدربة على يد العبقري اللي اسمه سعيد. محسن ده بيلعب بورقة جديدة، والواد اللي اسمه سعيد ده مش سهل، عنده ذكاء خارق جدا. أنا عاوز أعرف إزاي عرف إن الكلب ده من أهم كلابنا المدربة، وعرف منين اللحمة مسمومة. سعيد ده مش سهل، أنا عاوزكوا تعجلوا بموضوع تسليم الشريحة، خلال 48 ساعة تجيني الشريحة وكون سعيد معاها. ثقتي في عمري فعلا كانت في محلها، قدر بذكائه يعرف المايكرو اس دي مخبيينه فين. هو في الحقيقه احساسه عالي قوي يا فندم. سعيد حركات كمان عامل شغل جامد قوي، ده ما توقعت بالظبط، مدوخهم وراه. تزقش طيب انت هو. لا وعهد الله انا زعلان، دي مش طريقة تعامل ناس مخابرات مع بعض
وولاد صنعة واحدة. ما ينفعش يا اخوانا، لازم يكون قلبنا على قلب بعض. هذا مؤاخذة، احنا عندنا في مصر ام الدنيا، لو سواق تاكسي فردت كاوتش نابت منه صاحبه يجي يساعده لغايه لما يتكل على الله، انما دي مش طريقه شغل ابدا. فعلا يا سعيد احنا ولاد صنعه واحده، ولاد عمي كمان. ولاد صنعه واحده ماشي، انما ولاد عمي دي اشك في هذا. انا ولاد عمي اخر جدعانه ورجوله من اسكندريه من عند الشاطب كده، انما انتوا موضوع تاني خالص. شريحه وتقرير المعمل يا فندم. أنا بكره إسرائيل، بكره إسرائيل، أنا بكره إسرائيل، أنا بكره إسرائيل. حلاوتك يا شعبولنا، منور إسرائيل يا ابن بلدي شعبولنا. دي المكنة بتاعت الكذب، شفتها في المسلسل تعرفت لجان. هتجاوب على أسئلة بكلمة واحدة بس. انت مصري؟ مش قوي. بتحبي مصر؟ لا. ليه؟ بحبها على ايه؟ زحمة؟ بايخة. بتحبوا بعض في مصر؟ مش طايقين بعض. تتكلم بالسياسة؟ كتير. ايه اهم حدث حصل عندكم في مصر؟ التوك توك. دخلت الجيش؟ شفتوا فيديو. ايه معلوماتك عن اسرائيل؟ زي الفل. وناسها؟ زي السكر. والفلسطينيين؟ يا ساتر يا رب. سعيد، بتحب الرئيس مبارك؟ لا. نيات جد؟ نيات جهاز هيتفكر. طب الجد فهم سنبين. Hello, hi. Can you tell me what's happened in this surgery operation today? Yeah. I'm making 4mm open here. Yeah. As I think the show would have so 10 days of the problem. Yeah. How many days you say? It was who? I think 10 days. Yeah, it's a good job. Thank you and big thanks here for it. سعيد حركات فكهاني بسيط من حي شعبي بعيد كل البعد عن السياسة صليت اللسان غبي وأرعن. حطيتوه على جهاز كشف الكذب؟ حصل يا فندم، جهاز الكذب صرخ وقال الراجل ده كذاب كذاب كذاب. ارموا الراجل ده برا الزنزالة، مكانه أولى في واحد فلسطيني. خلاص خلاص، بس 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 يا بت اسكتي بقى اسكتي. 27 سنة عايشة في صمت وهدوء. نفسي اعمل حاجات كتير قوي يا بابا. ما تقلقيش يا حبيبتي، هنعمل لك كل نفسك فيه. الف الف مبروك يا معالي. ربنا يخليكي ليا يا احسن اخت في الدنيا. قد ايه استحملتوني انتي وبابا ووقفتوا جنبي، عمركم ما زهقتوا مني ولا اتضايقتوا مني. ربنا يخليكوا ليا. ادعي كمان لسعيد يا بنتي، ربنا يرجعهولك سالم غانم يا رب. سعيد، دي الفرحة اللي أنا فيها دي كلها سببها سعيد جوزي. نفسي أشوف، نفسي أرقص، نفسي أغني. مكسوفة مكسوفة منك. مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك. خالتي بتسلم عليك. عظيمة يا مصر، والله عظيمة. خش على الفريش، سعيد حركات يقدم أجود أنواع الفاكهة الإسرائيلية. خش على الموز، على الرمان، على التفاح. تعال يا أم رشيد، تعال يا أبو إسحاق، كل خش على سعيد حركات. يلا يا معلم حبيبي بتاع البرتقال، أحلى برتقال من سعيد حركات. خش عارفك أنت بتاع التفاح، احلى تفاح، احلى تفاح لعيله ابو رشيل. سلمني على ابوك. قابل اورنج اورنج. يوسفندي يوسفندي ب8.5 ب8.5. خش على الفروت
بتمانية ونص قرب على التفاح، قرب على الأبل، على البنانة. خش يا زباي خلي الفقير ياكل. اديني فلوسك، اديني فلوسك. خش، مين اللي عايز العنب؟ خش على العنب ونقبل الدولار. تمانية شكل ونص، تمانية شكل ونص بنقبل الدفع بالدولار. خش على الفروج، خش على الفروج، خش. قرب سعيد حركات يا اخوانا، خلي اسرائيل تاكل. حنانيا خليك خفيف معايا. سعيد حركات. ركز معايا يا بنيامين. Thank you, thank you. Yes. سعيد حركات لازم يترحل من تل أبيب. عدد ضحايا بقى أكتر من عدد ضحايا حرب أكتوبر. أستاذ أنت سيد حركات؟ أيوة أنا سيد حركات. وإيه اللي جابك إسرائيل هنا؟ أنا بدور على جون دارك. أنا جون دارك؟ لا، التاني شعره أصفر وعينيه خضرة. أنا سبقت شعري عبيط ولا إيه؟ لا أنا عارفك. يلا أنا جاي أخذك على مصر. يلا يا سعيد. أنت محمد السوبكي. لو قعدت يوم هنا كمان هتتقتل يا سعيد. يلا سعيد. أنت محمد السوبكي. لا يا أنت غلطان. يلا وديني على مصر يا سوبكي. يلا سعيد. وديني على مصر يا سوبكي. وديني على مصر يا سوبكي. انا كده في الان، انا كده 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 ودين، انا كده في الان، انا كده ودين. واحسن من سوبرمان نحلة ودبور بيدور ويزن، نحلة ودبور هيدور ويزن. ولا جمعة ولا الهجان، والفيل في المنديل، والتيه في الاي بي، والفيل في المنديل، والتيه في الاي بي. وقصير ولا طويل العبارة في الدبارة، والكولونيا في الشكارة، والإزازة في الفزازة، والعنب واخد أجازة، والعملية في النملية، والهرم فوق الصينية، والولاعة في البلاعة. أنا كده في الإن، أنا كده 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 ودين، واحسن من سوبرمان نحلة ودبور بيدور ويزن، نحلة ودبور هيدور ويزن. ولا جمعة ولا الهجان، والفيل في المنديل، والتيه في الاي بي. وقصير ولا طويل كله محصل بعضيه. جمهورية مصر عربية يا جمهورية مصر عربية. جمهورية مصر عربية.
انا كده في الان انا كده 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 وقتين انا كده في الان انا كده وقتين واحسن من سوبرمان نحلة ودبور يدور ويزن نحلة ودبور هيدور ويزن ولا جمعة ولا الهجان والفيل في المنديل والتيه في الاي تي صغير ولا طويل كلهم حصل بعضيه العبارة في الدبارة والكولونيا في الشكارة والإزازة في الفزازة والعنب واخد أجازة والعملية في النملية والهرم فوق الصينية والولاعة في البلاعة أنا كده في الإن أنا كده 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 وقتين أنا كده في الإن أنا كده وقتين وأحسن من سوبرمان نحلة ودبور يدور ويزن نحلة ودبور هيدور ويزن ولا جمعة ولا الهجان والفيل في المنديل والديه في الأيدي وقصير